هاي بنات، شو الأخبار؟ فيديو اليوم عين ألوان صبغات شعر صيفية. صار الوقت لنبدأ الفيديو، بس بعد الانترو. بنات، بما انه اغلبنا بنحب نغير من مظهرنا بفصل الصيف، قررت اني اجيب لكم 12 لون من اجمل الوان صبغات الشعر المناسبه لفصل الصيف. الوان زاهيه ومميزه، اقل ما يمكن ان يقال في وصفها انها خرافيه. مشان هيك بتمنى تحضروا الفيديو للاخر. إذا كنتم مستمتعين بالفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. اكتبوا لي بالتعليقات شو أكثر صبغة حبيتوا. بتمنى من كل قلبي تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذا الفيديو. أشوفكم بالفيديو الجاي، كتير بحبكم.